لو عجبك الفيديو وعجبتك قناتي اتمنى انك تدعميني باشتراكك عشان اتحفز واتشجع واستمر، وشكرا مقدما على المشاهدة. اخر عليكم واهلا وسهلا بكل زوار قناتي. في فيديو النهارده باذن الله انا ابتكرت خلطة كده معينة، والله ابتكرتها. حضرت بشوية مواد كده طبيعية على بعض، المواد كلها طبيعية وموجودة عندنا في البيت، ما فيهاش اي حاجة كيماوية وما فيهاش اي حاجة ضارة. انا كان عندي براد ستانلس اللي انتوا شايفينه ده، كان محروق من بره حرق جامد جدا، وبالفعل انا جربت خلطت الحاجات على بعضها وجربت حتة صغيرة طبعا قبل ما ابدأ تصوير، وكانت النتيجة هايلة، وقلت لازم اكمل معاكم الفيديو. وتعالوا مع بعض نشوف البراد هيكون وصل للشكل ده ازاي، من الشكل اللي هتشوفوه دلوقتي ده. ليه الشكل ده؟ يلا نشوف مع بعض انا عملت ايه وحضرت خلطة ايه. قبل ما ابدأ الفيديو بس عايزة اخد من وقتكم، معلش بس دقيقة بس او يمكن اقل، عايزة بس احذركم من حاجة. بص، المفروض ان ده البراد اللي بيصفر، تمام؟ انا بعتمد عليه ان هو لما بيتحط على النار دي بتتسد كده، فما المية بتغلي بيطلع البخار من هنا فبيروح مصفر، بعرف ان المية بتاعتي جاهزة واقدر استخدمه. امبارح بقى يعني قدر الله ما شاء فعل، معرفش هموت واعرف الصراحه، كان في واحده مكرونه صغننه كانت واقعه هنا، كانت مانعه دي انها تتقفل كده، وانا ما خدتش بالي وحطيت فيه الميه وحطيتها على النار ومرفوعه كده. واحنا اليومين دول الصراحه في الحر نادرا ما بخش الصاله، على طول قاعدين في البلكونه بس بسمعه لما بيصفر. فالمهم حطيته على النار والميه فضلت تتبخر تتبخر تتبخر، وطبعا ما في، بما انها مش مقفوله كده فما فيش اي صوت، اتبخرت وبالفعل اتحرق مني من تحت. بس انا يعني عملت خلطة كده، انا جربتها يعني انا اخترعتها كده الصراحة، الحمد لله جابت معايا نتيجة، وانا جربتها بالفعل قبل ما ابدأ معاكم التصوير طبعا عشان ما احرجش نفسي. جربتها في حتة صغنونة زي ما انتم شايفين كده، وكانت النتيجة الحمد لله كويسة، فقلت لازم اعمل بيها فيديو معاكم. هنا انا عندي احتاج ايه، انا جمعت خلطت شوية حاجات كده. هنا انا عندي شوية ملح، تمام، وحته صغننه معجون اسنان، وشويه صغيرين قد الملح كربونات، تمام، معاهم شويه صغيرين برضو خل. والمفروض ان المكونات دي كلها فعالة في الاستانلس وتبييض الاستانلس. انا هحط شوية مية صغيرين وهخلطهم. يعني انا جاتلي الفكرة في المسحوق اللي انا عملته دوت، في ان معجون الاسنان بيساعد على تلميع الاستانلس، كذلك الامر مع الملح، كذلك الامر مع الخل، فقلت اما اجرب واخلطهم مع بعض. وبالفعل جربت قبل ما ابدأ الحلقة وخلطتهم مع بعض ولقيت النتيجة هايلة. نبدأ تنظيف مع بعض ونشوف مع بعض النتيجة. هنا عندي عشان هحط حاجة قماشة كده قديمة عشان تثبت لي البراد بتاعي، وطبعا بما ان المواد كلها آمنة وما فيش اي مشكلة فانا مش هلبس جوانتي، هغمس الليفة بتاعتي في الخلطة زي ما انتوا شايفين كده. بصي بمنتهى السهولة من غير حتى حك جامد ولا اي حاجة، بدعك كده. معرفش هي ليه ما بتعملش رغوة، المفروض ان المعجون السنان بيرغي، بس معرفش اللي الظاهر ان الملح مفروض، والله ان الاستانلس يعني المفروض انه ما بيتحرق، من الصعب جدا انك ترجعيه منظره تاني. شايفه باينه؟ بصي ثواني هجيب لك فوطه امسحها واوريكي الحته الصغننه اللي انا دعكتها بالمقارنه باللي جنبها. شايفه المقارنه باللي جنبها؟ بعدك هي ما بتطلعش معايا رغوه، بس اعتقد ان انا مش محتاجه الرغوه في حاجه، يعني مش مدياني رغوه بس متهيأليش ان انا محتاجه الرغوه في حاجه. المهم ان هي بتضيع الحرق، عشان ما ضيعتي في وقتك هكمل واوريك النتيجه. ادي النتيجه النهائيه معايا زي ما انتم شايفين كده، مفيش اي حروق وبينمع زي الفل،
كلها مواد امنه جدا، مفيش اي مشاكل منها. هي الفكره كلها جاتلي من ان انا بحس معجون الاسنان يساعد على تلميع الاستانلس، الملح يساعد على تلميع الاستانلس، الخل كذلك، الملح كذلك. فانا قلت ليه ما اخلطش المواد دي كلها على بعضها واجرب واشوف هتبقى كويسه ولا لا. وبالفعل كانت زي ما انتم شايفين النتيجه كده. والله البراد كان محروق معايا لدرجه ان الكاوتشه اللي هنا دي بصوا لزقت في الاستانلس. ازاي لزقت في الاستانلس من كتر ما هو اتحرق. يلا الحمد لله دلوقتي زي ما انت شايفه كده مفيش اي حروق. اتمنى لكم السلامه يا رب، وربنا يبعد عنكم كل شر، اللهم امين. اتمنى ان انتم تجربوها بعيدا عن الحوادث والكوارث. وكده اكون خلصت الفيديو، وشير لاي حد حاسه ان الفيديو هيفيده، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام عليكم.